مستمرين معاك يا كابتن ايمن، ومستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي. كابتننا الكبير الكابتن سامي قمصان، تحياتي الكابتن ايمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. كابتن سامي، فوز جديد وثلاثيه جديده، اعتقد الرقم ثلاثيه رقم 17 في تاريخ النادي الاهلي، لاول مره بتحصل لجهاز فني يحقق هذا الفوز برقم ثلاثه، اعتقد فوز بيحسب ليكم وانجاز بيحسب ليكم كجهاز فني في النادي الاهلي. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتننا طبعا كبار، زي ما انت قلت الحمد لله نهايه مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمه، ان انت حامل اللقب مهمه جدا، ان انت تمشي بنفس المنوال اللي انت كنت فيه السنه اللي فاتت. اعتقد الحمد لله اداء مميز، نتيجه واداء، خصوصا ان انت بتلاعب فرقه برضه مميزه ومدير فني كبير من المدربين الكبار اللي في مصر، فبشكر اللعيبه طبعا على الجهد ده والاداء ده والاهداف ده، وان شاء الله نزيد من التقدم بقى ونزيد من الانتصارات ان شاء الله الفتره اللي جايه. مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، وانا بتكلم بلغه الجماعه لان النجاح بيحسب للكل والانجازات بتحسب للكل، ما بقاش عندنا فرق ما بين بديل واحتياطي او اساسي، المنظومه والفكره دي غيرت، اي لعيب بيدخل المنظومه بيأدي دوره طبقا لاداء واستراتيجيه المنظومه. طبعا ودي الحاجه الايجابيه اللي تحسب للراجل، يعني ان ازاي تعمل منافسه بين اللعيبه، ازاي تعمل روتيشن، ازاي تاخد من اللعيبه كل حاجه ممكنه. اعتقد النهارده الحلول بالنسبه لنا كبيره جدا، سواء على المستوى اللي انت تبدا بلعيبه او يبقى عندك تغييرات. النهارده احنا مفتقدين لعيبه، لكن الحمد لله بنفس الاداء ونفس الاصرار ونفس القتال اللي انت تحقق ثلاث نقاط وتحقق اهداف، فاعتقد الحمد لله طبعا يحسب للراجل تفكيره وتصميمه دايما، اللي احنا لما طول ما يبقى عندنا فرصه ان احنا نسجل هدف والثاني والثالث. اعتقد النهارده الحمد لله يمكن حاجه الوحيده بس اللي زعلته النهارده الجول اللي احنا استقبلناه في وقت اعتقد كان في سنه استرخاء شويه، لكن ان شاء الله نقدر نعالجها الفتره اللي جايه ويقدر هو يعالجها بشكل ايجابي ان شاء الله. انت كسبان الاسماعيلي 3-1 على ملعبك، واعتقد فوز كبير، لكن بتتكلم بلغه لا احنا زعلانين ان احنا استقبلنا هدف النهارده والجهاز زعلان ان هو استقبل هدف النهارده. لا يعني مش موضوع زعل، الموضوع اللي انت يعني مهم جدا ان انت برضو تحافظ على شباكك، مهم جدا ان انت تحقق كلين شيت، بتدي لك ثقه وبتدي لعيبتك ثقه وبتدي صعوبه للمنافس اللي انت يعني بتحرز هدف في النادي الاهلي، لكن الحمد لله فرحانين جدا على الثلاث نقاط، وده الاهم بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمين جدا بتاكد الحمد لله ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، يعني نهايه مرحله بالنسبه لنا مهمه جدا عشان نتنقل بعد كده بقى للبطوله كبيره، واول مره تتعامل في قاره افريقيا، التحدي اللي بالنسبه لنا الكبير جدا يعني، وانا عارف ان ده طموحنا وطموح جمهورنا، لكن حاجه اللي نتمناها ان شاء الله للفتره دي يعني لعيبتنا ترجع سالمين من المنتخب، سواء منتخب مصر او عالي طبعا او ديانج او بيرستاو، يعني لان عندنا الفتره اللي جايه فتره كثافه جدا في الماتشات، يعني خصوصا ان انت هي بطوله هتخلص في وقت قريب جدا يعني، وبعد كده من خلالها هيبقى في مباراه دوري، فاعتقد الحمد لله ان شاء الله بس ربنا يكرمنا الفتره الجايه وناخد المرحله كل واحده بمرحلتها يعني. كابتن سامي، عايز اتكلم على اللعيبه اصحاب الادوار الدفاعيه في خط الوسط، بقى في تطوير في النواحي الهجوميه، بنشوف ديانج بيعمل الناحيه الهجوميه، بنشوف النهارده كوكا اللاعب اللي عنده ادوار دفاعيه بيعمل الناحيه الهجوميه، ده شغل جهاز فني لازم ان احنا ننوه ونتكلم عنه، قدرتوا تعملوا ده ازاي يا كابتن سامي؟ برضه الراجل بيتكلم في النقطه دي كتيره جدا يعني، وبيشتغل سواء النواحي التكتيكيه وفي الملعب وتطوير اللعيبه وازاي ان بس ما بقاش في حته ان بقى لعيب مميز بادوار دفاعيه بس، لا بالعكس لازم بيتكلم على الكره الشامله اللي انت لازم تقدر تهاجم كويس وتدافع كويس، اعتقد زي ما انت قلت يعني مثالين كبار جدا يعني، ممكن من كان قبلهم حمدي فتحي والسوليه طبعا ان شاء الله اتمنى رجوعه بالسلامه، النهارده كوكا بيعمل جون مميز جدا يعني، الماتش اللي فات اليو بيعمل اختراق مميز جدا بيفتح لنا برضو الماتش، فاعتقد الحمد لله دي ادوار كبيره طبعا مع بقى الحلول الفرديه من بيرسي وحسين ومودتس وكل اللعيبه اللي كانت بتشارك وكهربا طبعا، فاعتقد الحمد لله عندنا بقى عندنا حلول كتيره ان شاء الله نقدر نستغلها، لكن التحدي الاكبر بالنسبه لنا الفتره الجايه ان شاء الله. اخيرا كابتن سامي، كابتن ايهاب جلال اخر مباراه فاز على الاتحاد 3-1، انت طالع من انتصار ونشوه انتصار وصعود المباراه النهائيه على فريق انبي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، الامر ده ما اثرش على اللعيبه، اللعيبه مركزه النهارده، كان مهم جدا ان انا اختم المرحله دي بفوز، النادي الاهلي ارى الجيم كويس، تنظيم والادوار اللي الجهاز الفني ده للعيبه النهارده اتنفذت على ارض الملعب. يعني بص خليني اقول لك ان احنا بنهتم طبعا بكل ماتش لوحده، يعني اتفرجنا على فريق الاسماعيلي كويس جدا، سواء الماتشين ماتش زد ما كانوش احسن حاجه، ماتش الاتحاد طبعا عملوا ماتش كبير جدا، عندهم مدرب طبعا كبير وعنده خبرات ومعاه جهاز على اعلى مستوى،
مهم جدا برضو. انت بتلعب الاسماعيلي، فرقه طبعا عندها تاريخ كبير في الدوري، فاعتقد ان احنا احترمناهم كويس واشتغلنا على نقاط الضعف اللي احنا قدرنا نستغلها الحمد لله. اعتقد الحمد لله كانت النتيجه النهارده يعني متهيألي اكبر رد اللي احنا كنا مركزين واللعيبه مركزه، واتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه ان شاء الله. سامو بنتمنى لك التوفيق دايما ونبارك لك باذن الله. كابتن ايمن، دخل لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. فوز كبير وفوز غالي، ومستمرين معك من هنا من استاد الجيش ببرج العرب. مبروك للنادي الاهلي، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.